كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا، كيف نكون فخورين في وطننا، كيف وطننا يكون جزء مساهم في تنمية وحراك العالم، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى البيئي أو على المستوى الحضاري أو الفكري إلى آخره. هذا طموحنا، وسنقدم نقدم كثير للسعودية وللعالم. الترفيه والثقافة بيكون رافد مهم جدا لتغيير مستوى معيشة السعودي في خلال فترة قصيرة. أهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي.